يا شباب قروشة الصوت بالله انا بنصور رشتونا الله نكتب قروشة وقروشة نكتبها بالتاء المربوطة. توتال المشاهدات عندنا في القناة 16,969,000 يعني 17 مليون نقدر نقول ما يقارب 17 مليون مشاهدة. عدد دقائق المشاهدات لكل القناة 83,939,000 يعني 84 مليون. عدد اللايك عندنا في القناة يا سيدي 238,189 إعجاب وعدم الإعجاب 14,000. عدد التعليقات عندنا على الحلقات 22,160 تعليق. أهم المناطق الجغرافية اللي بيتابعونا طبعا في المرتبة الأولى مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية، بعدها الإمارات العربية المتحدة، وبعدها أمريكا. شباب نحن عشان بس نبغى نسوي السكتش هذا اللي نحن نتكلم عنه، نبغى نقدم السكتش، فايش الفكره المناسبه اللي ممكن نقدمها؟ طب انا اقول لك شيء، خلينا نلعب بالكاركترات، نتكلم بالكاركترات، انت البدري وانا التاج. خلاص والله من جد توكل. هذا وقار، خلينا خلاص لا مش بس خلينا وقار الشعر الابيض. وقار علم علم يا ابني الرجال يقول لك انا احب المؤدب يعني توكل ويقول لك جاهزين يا شباب؟ اي جاهزين اوكي. 3 2 1 اكشن. التاج وين يا اخي البدري؟ هاي يا اخي والله انت ظلم يا اخي زمان لا يا عمي والله زمان يا اخي. هاي تفضل تفضل شكرا لك. وين يا زلمة 10 سنة يا قاطع. كوت. كويسين يا شباب يعطيكم العافية 100 100. جاهزين ناخذ المشهد الثاني؟ يلا اوكي جاهزين يلا. كاميرا رولينج جاهزين يا شباب؟ اوكي 3 2 1 اكشن. يا اخي والله زمان لكن يا اخي انت وين يا اخي؟ والله موجود والله يزول قاطع 10 سنة ما اشوفك في شنو؟ والله يا اخي عمل شنو؟ لكن الحمد لله تزوجت سامح. هاي يا اخي الله يسامح تزوجت يا اخي، ما الدنيا دي محتاجه الزواج. هاي هاي يا اخي سامح لكن عجوزه يا زول والله عجوزه يا زول كبيره كبيره في السن حبوبه عمرها 90 سنه يا زول يا زول. لكن انا ما طلعت زول ذكي سجلت القصر ده باسمي سامح. هاي هاي والله يسامح زول بفكر سامح شفت كيف عشان كده عايش حياتي والله يسامح. صح الواحد بيعيش حياته لكن الظروف صعبه الظروف كعب جدا يا زول. الواحد محتاج يا اخي مصاريف أه. وانا والله يا التاج جيت لك في الليله دي داير اقول لك انه هذا والله ظروفي صعبه والصديق وقت الضيق فعشان كده جيت اقول ممكن اتصلف منك 5,000 بس 5,000 ما كثير. فطوم فطوم منو؟ الو قول لها عندها 4,000. امي ماتت أم لا حول ولا قوة إلا لا إله إلا دقيقة عليها الله ماتت فينوها أتفرعي ماتت فينوها هسه أنا أجيب عليها الفاتحة. لا ما تقرأ فاتحة أنا بقرأ لك دقيقة يا خلف ريال بس دقيقة انت خليك هنا هسه أجي لك تجيني وين أجي لك يا الطاج عليك الله 500 بس كوت. اوكي انا نزلت سمكت الصوت حلو شو بتحب نبدا؟ طيب نبدا جميل الان الدخول دخول بندر هو رايح للشركه عشان يبحث عن زميله ويتسلف منه جميل حلو فوكس بندر حلو جميل ايوه حلو حلو الرياكشن هذا سلام ايوه حلو هذا صح؟ هي فيها يعني تحس انهم عفويين كانوا اكثر جميل رد على الزول انصر ايه هلا مرحبا
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله وبركاته. أنا فنان بندر، فنان أحمد. هلا ورحمة الله. قروش. يا عم حياك الله. ما في مشاكل. حياك الله حبيبي. حياك. الله يحييك. عرفنا بنفسك أو شيء. أنا سالم الصيعري ومن متابعين قروش ومشد المعجبين بهذا البرنامج. انت شفت كل الموسم ولا شفت حلقه ولا ايش شفت في قروشه؟ ايوه شفت الحمد لله، شفت الموسم كامل وجدا يعني اختلافات الحلقات مره حلوه. طيب ايش شفت، ايش رايك حول قروشه؟ ايش اللي عجبك، ايش اللي ما عجبك؟ انا بصراحه انا ايش اللي خلاني يعني اعجب قروشه، واقعيه البرنامج والفكاهيه اللي فيه، يعني صراحه حسستني اني يعني انظر خارج صندوق الحياه، يعني كاني اشوف الحياه الواقعيه من بعيد. كلام كبير يا أخي. يعني أنت قصدك البساطة الموجودة؟ لا فعلاً، لأنه في حاجات فعلاً تصير في حياتنا ممكن إحنا نسويها بعصبية، بس اللي يشوفنا يضحك عليها. يعني هذا الشيء الحلو. طب حلو المدح اللي أنت قاعد تسويه. إحنا ما نحب المدح، لأن المدح ممكن يكبر رأسنا. إحنا نبغى نأخذ إيش السلبيات. الملاحظة البسيطة إنه انقطاعكم هو اللي خلى شوية الجمهور يعني يتضايق منكم. الحلقة كانت جدا مرة حلوة وتستاهل يعني مشاهدات أكثر من المشاهدات اللي حصلت عليها، وانقطاعكم هذا اللي صراحة شوية إحنا زعلانين منه. طيب يا سالم، أنا بس عارف إنه هذه السلبية كثير من الناس بتتكلم فيها وبتسألنا، يقول إن أنتوا بتتأخروا. صحيح هذا الكلام صحيح 100%، لكن إحنا يعني تعليلنا البسيط أو تعليقنا البسيط على هذا الموضوع إنه الدعم المادي هو اللي بيأخرنا في كثير من الحالات، لأنه نحن برنامج أيه طبعاً ناحية الماديات الفلوس، طبعاً إحنا بننتج من عندنا، إحنا اللي بندفع، إحنا اللي بنصرف على البرنامج، حتى الرعايات اللي بتجينا يعني يمكن في الحال كم حلقة الأخيرة جاتنا بعض الرعايات، لكن ما تعتبر ذيك الرعايات العالية اللي بتقدر تنتج دراما. إحنا مش برنامج عبارة عن توك شو أو برامج بسيطة فقط كاميرا وشخص بيتكلم وانتهى الموضوع، لا احنا دراما، فدراما بكل تفاصيلها، اخراج، اضاءه، تصوير، مكياج، كاست عمل كامل. كومبارس بيوصل ل 40 زي ما شفت انت في الحلقه الاخيره. يمكن كمان احنا البرنامج او المسلسل اليوتيوبي اللي بيعتمد على وجود كومبارس في كثير من حلقاته. انت عندك شوف اللي حكى اخويا بندر ذا شيء، وفي جوانب ثانيه انت عندك بعد التصوير هذا اللي انت شفته والمعدات اللي استخدمت، عندك قضيه المونتاج، الموسيقى التصويريه، احيانا نحن نروح نتكلف ندفع، ترى نحن فعلا ناخذ الساوند حق الحلقه كامله وبنروح لناس محترفين، يعني مو لانه نحن شباب هو بنصور بطريقه يعني بدون او بطريقه احترافيه، بس ما في شركات انتاج، لكن عملنا كتسلسل كله احترافي ما شاء الله. الله يعطيكم العافيه. شكرا 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 لك. جدا تشرفت، جدا جدا تشرفت اني اتكلمت معاكم وتواصلت معاكم. طيب وصلت ممكن صوت بسيط من صوت الجمهور. الله يعطيك العافية سالم، ووصل صوتك وشكرا لك. شكرا. الله يعطيك العافية وجيت ليش. مع السلامة. مع السلامة. يا اخوانا نرجع لليوتيوب لكن نعمل حاجة تانية. نعمل حاجة تانية غير قروشة؟ اي نعمل شنو؟ أكابيلا. أكابيلا شنو؟ احنا قروشه من يوم ما بدينا ونحن بنحاول قدر المستطاع كل بعد فتره يكون عندنا خلينا اقول لك دماء جديده. احنا في قروشه في كذا حلقه في كذا وجه جديد طلع معنا. طبعا اي شخص عنده موهبه اذا شفنا انه يناسب على طول احنا بنضمه للعمل. ثلاثة سنة يوم ورا يوم في صبر شديد بنتظرك أنا. يا أخي انت تشبك معايا آخر مرة يا بندر. آخر مرة يرحم أمك. لا أمشي معايا ترى أنا اللي قاعد أعلمك على فكرة. والله يا بندر إيش تسوي يعني بس دقيقة. يلا واحد اثنين ثلاثة. ثلاثة سنة يوم ورا يوم في صبر شديد بنتظرك أنا. ثلاثة سنة عم ورا عم في صبر شديد بنتظرك أنا. وأنا لي زمان تصارحني وتقول لي ما بريدك أنا، كان ما انفطر قلبي. بس هي كده هو كده قلبي خلاص. يرحم أمك يا بندر لو أدري إن كده ما كنت سجلتها. شخص
في سنة 2000 مع الـ11 جاءوا ناس وعملوا حركات سموه القروشة. القروشة هذا كانوا فادين ضعيفين عاتلين. بعدين هذا قروشة توقف ستوبينج. يا أخي أنت تعرف فين قروشة؟ لهم فترة مختفين. بعدين كل النفرات الناس كلام فين القروشة فين القروشة، وعملوا صوت وإزعاجات وحركات يعني حق سايعين. لكن واسطة كبير نعرف جمعناهم، عرفنا لهم رسائل الـ SMS. من الآخر هنشتغل أروشة ولا أروشة اللي هتشتغلنا؟ يا زول هاي أنا ما داير أشتغل كله من تلك ما بكيف كله من تلك سحلوها بعدهم. انتوا شباب قروشة؟ انتوا شباب قروشة ممكن اتصور معاكم؟ صورة ايوه صورة فين فين اهو. يلا الحمد لله ان شاء الله مرة جاية تشوفوهم متجمعين يعملوا حاجة نظيف. سووا شنكرير فوق سكسكرايب ولايك. سلام عليكم.